لم تعد عملية تخليص إجراءات السفر والجمارك في منفذ الوديعة الحدودي بمحافظة حضرموت يتطلب الكثير من الوقت كما كان يحدث في السابق، بعد أن استكملت سلطات المنفذ البري أتمتت جميع إجراءات العمل لتصبح ذات صبغة آلية. طبعا النظام الآلي سهل الإجراءات على العمل الجمركي، حيث كنا نستقبل في السابق مثلا 800 سيارة، الآن نستقبل أكثر من 2000 سيارة في اليوم، واستكمال معاملات التصدير والبضائع بأقل وقت. تطوير منظومة العمل في المنفذ الذي افتتح عقب توقيع اتفاقية ترسيم الحدود عام 2005 بين اليمن والمملكة العربية السعودية جاء ليتناسب والأهمية التي بات يشكلها منذ اندلاع الحرب في البلاد، كونه البوابة البرية الوحيدة المفتوحة أمام حركة التنقل بين البلدين. بعد أغلاق المنافذ الأخرى المحاذية للمملكة مع اليمن، أصبح الميناء هو الميناء الوديعة البري هو الشريان الوحيد مع المملكة العربية السعودية، فقد شهد هذا العام من بداية يناير حركة كبيرة، حركة المسافرين إلى 198,569 مسافر وواصل، والمغادر 136,262. هذه لا شك أتت إلى بعد جهود جبارة في المنفذ اليمني والمنفذ السعودي من تسهيل حركة مرور المسافرين. انتعاش الحركة المرورية وتسجيل عائدات النشاط التجاري العابر للمنفذ العام الماضي أكثر من 37 مليار ريال لا ترى له أثرا واضحا فيما يتعلق بتحديث المرافق والمنشآت الخدمية للمعبر البري المكون من مجموعة أكشاك متهالكة وعربات جر متنقلة. نحن قد أنشأنا مخططا متكاملا وقد أعطيناه محافظ المحافظة لاعتماده، ونحن الآن لازلنا في طور الموافقة على اعتماده، وإذا اعتمد ستكون قفزة نوعية جدا بالنسبة للمنفذ فيما يخص الأمور الإنشائية. ويشكل تعليق العمل في العديد من مطارات البلاد عبئا إضافيا على منفذ الوديعة، خصوصا مع تواصل عمليات تفويج الحجاج اليمنيين لهذا العام. على الرغم من أن الحكومة قد أنشأت منذ سنوات عددا من المباني الحديثة كمنفذ جديد، إلا أنه لم يتم الانتقال إليه لأسباب عدة فنية وعسكرية، ليبقى العمل مقتصرا على هذه المقصورات المتهالكة التي باتت تمثل وجه المنفذ. محمد اليزيدي لقناة بلقيس، منفذ الوديعة، الحدود اليمنية السعودية.